بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المنافقون سورة مدنية وسورة مدنية وسورة مدنية أيضنا وحيكها الليثاء وسورة مدنية أي يعني وحوي مجع هذا مجع هذا منافقين تاع موضوع عادي مجع هذا اسمه ذا وحيكها الليثاء والمنافقين رب العالمين سبحانه وتعالى إذا قرت جاءك الكوي مدان محمدو المنافقون منافقين تمرك الكوي مدان قالوا وحيدا نشهد وحن قرينا أو مقاتك الله إنك أذقنا رسول الله إن هذا رسول كلاك صاصي والله ألا يعلم أكسوية إنك أذقنا رسول الله رسول كلا إلا فهي ألا أكسو مقاتك والله ألا يشهد وحمرقاتك ريا إن المنافقين منافقين لكاذبون إلي بين شيء بين علي الوهن اتخذوا وحي سميستين أيمانهم ضاره وذيبه جنة قاشان كسميستين فصدوا مركزي تشيديين ضدكي كتشيديين عن سبيل الله ألا تشكيسي كتشيديين إنهم إيجا ساء وحا حماضي ما شيئا كانوا أيهن يعملون كوسمي ذلك كاتنا وعمل حماضي وديه عمل كوضا حميضة أول حماضي ذلك كاتي بأن ثم هدنا كفروا أي كفريا فطبع مركزان لأوذي على قلوب من قلوب تذكر كوضان لأوذي وفهم يقول لا يفقهون حوء فهم ما يحب ضد وحقر رمع منافقين تمركي كوي مادان وحي ليه وحا المرخاتك عينا أما ألقرينا إنا برسولك إلهي فهي نشهد إنك لرسول الله يعني قلبي غنا وحا كترينا أفكنا أن نكلينا هاي ونكشيغينا إنا برسولك إلهي صاصي كل عرمي وحا ليه والله يعلم إنك لرسوله إنا برسول إلهي تهي منافقين إنا مرخاتك النقضاء اللهم وضعنا بقى محال لو قبها هي منافق إنه الرسالة على القراء وحن نقبه هيا همتر محيّل إلهي وأقيه إنا رسول إلهي تهي. الله بقراء يبقى ألا ننق الرسالة دي سقراء والرسول إني يهي كمر خاتي كعيو منافق محال نقبه هيا بنتيس والله يعلم إنك للرسول هو والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إنا إبداية الشيغة يالمرك إليهين وحن قراء إنا رسول إلهي تهي. سيدا مرك إليهين إنا إبداية فوتهي الله وأقيه سبحانه وتعالى فرخاتيه كيف والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وصيب بينكو شيئا صيب بينكو شيئا لأن أبكو حيب كله من رسول إلهي إلى طيبا قرينا بيه وحيكو شيئا قلبي قورا وحيكو شيئا إيا أبكو وحي كله من رئيس دومر سي ساسم عارف قلبي وحيكو شيئا إنو يهي من عربيض وما نحن مدونا أبكو وحي كله من إنو إلهي كسودر سياء ومقاتكنا بينا ليالما يمزين بينا ليالما بين تطوح وحان قرينا مركا إليهن فرم هبيت هاي وحا قلبك كتر وإنو أفكنا كترجمه لكن هذه أفكي أوشاق وحي قلبك كتر وحا كجديسا وبين عبوه والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة دارها أي دارنا يان ويكون دارنا يان إلهي بانو قرسلنا هاي وحا نكون دارنا يان رسول إلهي تهاي معركم فرها بضنا دارنا يان وحي كتكتين قاشان يسكو إلى ليان فتصور لسورة المجادلة كوزا مرين كاشان يحول هذه النفط هذا كو إلى الشنان باي كدكتين وكو قبضان معنا قبض باي كدكتين مركا سيدات كي تشتك إلهي كدوين وكاللهية يعني بلشذي باي كود حشنان سورة مؤمنين يا إسلام نواليهين حال كاسا انتي داتك أبو قبضان باي داتك كله إلى يعني إلهي جبتي سي توحيد كي إيمان كي سحنة ها جهاد كي خير كي باي داتك كدوين فصدوا عن سبيل الله وحا حماضي رب الله سبحانه وتعالى عمل كودية وحا يستمين يال أيها حماضي محوق حماضي عمل كود عمل كود وحوق حماضي سيبتس وحوي ويرميين كدبنا ويكفريين مركي كفريين قلبي قودي بان لأوذي والحري كفر جيب على الوحري وحدا بي فهم يا نبجر فهم لا يفقدون حفهم يا روح مرهدو انتو إيمان لي ما دو إيمان كي كتغ كفر آدو كفرغا او آذي وحاكت لنايا ان قلبك سلا اوضو الله الضبوله كفرغا لغو الضبوله ايمان انو قلان الله يحرمه مرها دو فيركا قارنا نتيجة دي سوح ذا فهم ماي والحقائق هي قلبك اكتي سدبك قدوميس مكان سو حقي وحقو فهم ايه باضلي سنة دي وحقو فهم ايه درعتا كيف توصنا انو قلو عيه ايه اركيا فهم لا يفقون لانو قلبي قبل قلبي اوضو قلبي وهدو اوضو بسوي وحلوان كل حرم طبعنا سنسو ربي سبحانه وتعالى انو شيء إذا قلت جاءك أي كوي مادان محمد والمنافقون منافقين ثم كوي مادان قالوا وحي إلنا يا نشهد وحي انقرينا وأن مرخاتك عينا إنك أذق للرسول الله ألا كي أصدر صدئنا تاي
والله ألا لا يعلم والحال بيس عليهم الله ألا يعلم أوجيه إنك أذقل الرسوله رسول كيزي أصدر سيناته والله ألا يشهد وحو مرخاتف ريا أو قريا إن المنافقين منافقين لكاذبون كوابين على يالا إنيهم ووركا إبنك الشيبية اتخذوا وحي سمستين أيمانهم داره ذي جنة قاشان كسمستين دارها دارنا يا وينكو قبلين قبال بيك لغنين فصدوا مركزي كيريين وضدك الكيريين عن سبيل الله شدك الله بكيريين إنهم إيجا ساء وحا عماضي ما كانوا وحي أهيان يعملون كوى السمي بقن كاس بقن أذو حمواي ذلك أرن كاس المحور بقن كوض أذو حمواي صوبتم حيث واسا صوبت ذلك أرن كاس وعمل كوض أذو حمواي بأنهم بسبب أنهم سيبتيسوا وحوي أنهم يبو آمنوا إلى الرميين إيمان بالإيمان هذا الكاس آمنوا ذا سيواتا سورة بغرا كاسو عمل إيمان كان لغو الشيغ يما إيمان كالظاهر كأبا أول قد بقلبك إيمان صحة مجد المياه والرأي أي سبب مفسرين تقاركوا القبال آمنوا ذو مسوى إيمان حقيقيه مركي هر إيمان قبل الإيمان إيمان كي بطا كدب نوى كان نقدم وقال لم يدب نقدم لا ولا رأي ولا رأي تفسرين تليهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كذبنا كفروا والكفريا فطبع مركزان لأوذي على قلوبهم قلوب تذكر كذان لأوذي وفهم يقول لا يفقهون ثم فهميا لأن قلبك يحلو فهم لا وأوذي وإذا قرت رأيتهم آذرت مرافقين تعجبك وحا كياب قلنا أجسامهم جسمك جسميالك ذي جلك ذا كياب قلنا وإن يقولوا هدي دهان هدي دهان وحضل أي دهان تسمع ومقلي لقولهم أراهد وراد مقلي وطقيسا كأنهم وضع يقبر بل خشب قرية قريها سو مسندة لتيرتيري ميلو تيري يحسبون وحي ملينيا كل صيحة قيلك استوحي أم ملينيا عليهم كركوض إنك واقعة عليهم إنك كركوض قد عيسي مودي قيلك استوصويدا هم إيجا أيا العدو عدو قبطة عدو جين وإيجا أم فاحذرهم كدكتور النبي محمد اسكجر تعذر كقاضي لمن قال قاتلهم الله الله على ذي أن سيدا يؤفكون لول حين يا يحق لو قد ويا وإذا قرت قيل الليل هذا لهم أيها مرك اللوي هذا تعالوا كاليا يستغفر دمدا فهو يدي لكم إذن كرسول الله رسول كلا دمدا فيدي ويدي الله هذه الليل هذا لو ويلابان رؤوسهم وضحيالك ويلابان ورأيتهم وأنا أرك ورأيتهم وأنا أركت ورأيتهم وأنا أركيس يسدون يجو شيء سنية أو كشيء سنية حق والحال هم يجو مستكبرون أيهم كويس وينسيني سواء وحى إج أو إسكوميدا عليهم كرك هذا وحى إسكوميدا والسمن أستغفرت الدمداف ويدي سيا لهم يج أم سلم تستغفر الدمداف ما أذن أوي ديننا لهم يج لن يغفر الله الله أودع في ما هي اللهم إيجا أودع في ما يو حيالا إن الله ألا لا يهدي مهنوني القوم قومك الفاسقين إيشتك سكبحي وإذا رأيتم تعجبك أجسام وحوي لمن كمركز أفير ستشيرك هذا هي السيدة أيها الآن ولمن أدب بيس ولمن قرح بغن وقرأ وإيشو أين معلها كدالي سيدي أويا لا لبس كودا يقروح دودا يتال كودا ينتي اللي قلقهين والله يابسا تعجبك أجسامهم قروي وإن يقولوا تسمع لقولهم أفكو لها الضاد في رسي وحي كوها الليان نواد دقيسان ولمن أفتهمين أفكين شاروي حق أفكين أفكين شاري كيهين ومركي ورميان وحالليان وكسوتشي دليا ayega marka fiirisay sawi yaa laan iyo jirkooda iyo labiskoodana waa u bogaysay oo waa la yaabaysaa xagga sidaas ikay waa dhahir ka koro laakiin gudahooda uu imo kaannahum khushubun musannada warbiri subhanahu wa ta'ala waxaad moodaa qoryo la tiiriyay ha jirid la tiiriyo kala moodaa meel lagu tiiriyay sida ay u yaalay yani xoggoodii oo laga warmay sida markay yihiin waxaad u timaadaa akhlaaqdooda aqeedadooda دبنوا ضوضة إيمان كودة وإبر مركوا قلف مالي يالوه قلف دقب وين مارسة ولقى يعني وحوي الله يابس قولي إنك مركة قشانة حرق يعني انتو يعني وحوي حردن وقودها وحك ريتر وسنجر وقيت كاتهاجان يقول حضب بدن الله يابكري قودها وقلنا روحي إبكي
sida ilaahay u sifeynayo subhanahu wa ta'ala fiir korka waa ka qorsayn hoos oo dhan la qashin ba yaal qalbigooda nifaq iyo shaki ba yaal fulinima ka buuxday iska kalsooni la'aan waxa niman mowqif lama aha markay meel joogaan waa dad nooc kale markay xagga joogaan waji kale ku joogaan marka wixii dadnimo la oran jiray iyo akhlaaq iyo dhaqan iyo mabda eberbeey حاجة صورته ذا مركز في رسالة يموقالك كورونا وكعجبينية سأسأل الله كتر ما بي سبحانه وتعالى يحسبون كل صيحة عليهم وحل قوضة فلين مدود قيل مركز صويا دا ينكا اللي نكوضا بلي شبق بي يا نبا شبق بي يا نبا والله ينكا اللي نكوضا بلي صوته بطغانا يعني واحد الروح وهدو ذكرا قوة اما او اسعوقيا هاي انو حق القرصان ايو مر والبقو وحوقات دارينا يما دبا وحسليه والله والوالك فهمي والله هو ما لها قرآن من شيء يا سودي وإذا مقعاوه ما لها سربا إذن كبحذي قيلي رضي وحي رب قيلها هضي سويا وحي سليه إذن قال إذن كسع هذا وفلي نوضا دي إسكو كالزوني الآن توي معنا لأن وحوي قلبك وحا الأغيم بأوشرة فمان تاتو كتبت معنا ربي سبحانه وتعالى وحو تسلم من من كاس إن أيهين عدو الرسمي قائلو هم العدو منافق وعدو الرسمي معايا لي wuxuu ku geysan kara dib uu san gaalka cari ku geysan kareen gaalka gaalnimadiisu iska cadahay dib uu san ku geysan kareen ku geysan kara dhexdaadu jooga masaajidkiisu ku jira waa kula tukanaya bulshadiisu ku dhex jira dadka ka garan maysid gaalka gaalnimadiisa aad taqaano haddii is aragtana way isdileysan hadii heshiisa dadana way heshiinaysan hadii kale waa ka taxadir karta laakiin ninka ku dhex jooga ku kala furfuraya isku ka diraya arrimahaaga oo dhan oo sirtaada bixinaya waa isaga weeyana humul cadugu buu alle subxaana wa taala cadow waa iyaga uun ee faxdarhum iska jirbala nabi sallallahu alayhi wasallam ka digtoona oo taxadirka ka qaad saas daraadeed baa nabigu sallallahu alayhi wasallam aad buuga taxadir jiray ma layn jirin xataa adigoo loo sheegay inay munaafiqiin haddana nabigu sallallahu alayhi wasallam isma dhigan jirin aad buuga taxadir jiray munaafiqiinta iyo arrimahooda rasuulku sallallahu alayhi wasallam aad buu isaga ilaalin jiray qaatalahum allahu an la yufakun ولم إذا كنت إنه إسكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مركو دمع سيئة إنه دولان قادو دولان أرماها خطرته وكلمات اللي قال لي مال لو وذي إديلي هل لقى ما هل جير ساس معنا مال لقى وذي إلو وذي إديلي هدي أو النبي قل مال لو وذي إديلي هل كغاها الله أرماها خطرته سرت أنا وحيو كغاها اللي جير قاب سربابه وغاها اللي جير ولا فاهمي كريم مثلا هدو مال كود دولة هاي أو إعيدا كالديار قروبة إنه يحضر دمع meeshu ku duulay mooyey meel kale tu sarbeeb u sheegisa munaafiqiintu marka way wareerayaan warkii waxay ku bixinayaan waxa lagu socdaa gaarisa kuma la socdo bambaadaa lagu socdaa sawar waxa uu leeyahay chaqoorii buu kuriyay nabi sallallahu alayhi wasallam marka faxdarhum ka digtoona nabi sallallahu alayhi wasallam kuwi iyaga haba bulshada islaamka ila maanta dhex jooga laakiin mushkiladu lahayd sidoo kale taxaddar kiiba uu rumaynay sawar كل يتحدر كودي أن لهينين بعض مسلمين تمشي ما في جوعان تغي ساسو معنا طيب وحول يا رب سبحانه وتعالى تلمعه هذا وح كم إذا هدي اللي يقول هذا ورك علي النبي قد بيدافع الله يدين ويدي وح ذلك سأيجو أو يعني وح ويان مضحية الله بيا وح ذلك سأو شيء سنية أيجو سلوي وح عبد الله بن أبي بن سلول المنافقي منافقين تؤذي جوضاها أيها خلف بقلي مركزا وحلو وركال الرسول كذي مدافع الله كويتي كان الرسول يعني أتغو إله إيه بريده أحمد ما يدافع كويتي أسرح ننحل أوحوها يعني وحوي منافقين تطن أضيه وابوه مركز إساق يفوه لم يتكاوه يعني القوضة هدي لي ذا وركال إله دي مدافع اللي يدين ويدينا وحد أركي سائيقو إسلو وينو مويل خيرك شالة تسوق قحة ينويني فأنا هذا أنه يعني غوستقنا حويدي سنين أيش كبرنا يا المرح أي لابا يا كده ناس كنا غايا ربي يقول سبحانه وتعالى رسول الله يستقوي واسكمت هذا دم داف أويديس يا هذا دم أويدين مو واسكمت لو دم داف ما يمر إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم 70 مرة تضبات جور هذا إله ودم داف في هذا النبي محمد لقاي يري ماله فزلوقين أنا أما هو يدي أما هو يدين لكن أنا أكثر إذا مرنا بكاية لماي منافق له ودم داف ما لأدك صور أدك ما هل كاسا إله سبحانه وتعالى نمان كارن توبتني معنا إذن إذا قرتي رأيتم أغرتو تعجبك وحاك إياه قلنا يا أجسامهم تشيركو ذا يعني تشيركو ذا قاكو بسيني هاي أياك إياه قلنا يا وإن يقولوا هذي دهان وراح هذي لهذان وهلانا تسمع وادمقل لقولهم
أراهن وضع أياد مغلي غازو دقي سنة سواء لمن أفمن شارينا سأسأل ويغنى أفتهن نمذو أياد خاص كماها وأفتهن نمذو وموهبة إلى هيدحيو ويعني وحوي إن من البيان إلا سحرا وكينك بيجي رسول الله عليه وسلم بيانك مركوا شيء إلهي أدون كسي لكن أياد تقريبا يعني سيقوني الله قلت الماما يا إن أيدتك أفتهن نمذو كو خلدان أي كسيرا معنا كأنه وابا أياد خشوب القرية وكلاء قريها سو مسندة لتيرتيري يحسبون وحي موديا أي ملايين يان كل صيحة قيلك استوصير عليهم كركوضة إنه تهيب موديا يجي إنه كسعتي موديا فلين ماذا ديو ضد محمد ديو اسكرسوني الأنفضوا معنا هم إيجا أي العدو عدوغا إيجا هم بعدوغا فاحذرهم كدك تنور ليه محمد قاتلهم الله 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 على ذي أن سيدما يؤفكون لو دوياء لو لحيني سيل لو تشيدين ياو يعني لو قدينا يا او حق لو قدينا والله ياق واذا قرت قيل لي لهم ايجا تعالوا كالي يستغفر دمداف هويدي لكم ايدين كرسول الله رسول كيلاه دمداف الله ايدين ويديه كالي هدي لي لو ويلا بنيا ويلا بنيا رؤوسهم مدحيال قضي لا بنيا مدحي لا بنيا معنى ويتشيسن يوم ورأيت الوحل أركيس يشدون أيجو تشيسنيا أما أيجو تشيدين يدك والحال هم أيجو مستكبرون أيهم كوي سلوي سوينيسين يا معنى سواء اسكمد ويا أو السمنتهاي عليهم كركون أو كسمنتهاي استغفرت دمداف ويديسيا لهم أيجا أما سلم تستغفر دمداف ما أذو ويدينينا لهم أيجا وأهن سمنوا إلهي أكتزا كسمنوا نتيجة ما حيث لن يغفر الله ألا تعافي ما يلهم إيجا أضافي ما مرنا ولقاء أكبر ما يبريض وضوي معنا إن الله ألا محيّل إن الله ألا لا يهدي مهلون يا القوم قومك الفاسقين يا إلهي شذكي سيبا عدس كبح المنافقين إلهي هلون ما يوم معنا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون هم إيجو منافقين الذين كوهي يقولون إلى هذا لا تنفقوا هل نفقيننا أو هبيننا على من عذكرك عند رسول الله رسولك رسولك لا أكتس أحضي ضدك رسولك أكتس الله صعدا هبيننا وحبارك بحننا حتى ينفضوا إلى أي كالتقان حتى ينفضوا إلى أي كالتقان مسيحي أو كالتقان ولله إلهي كالقين وحاوصبنا خزائن السماوات والأرض بلك إيا السماوات ككيدتك بلك إيا السماوات ككيدتك كتر إلهي باسكال ولكن المنافقين لكن منافقين لا يفقهون وحما فهمان حما فهميا يقولون وحي إليهم لئن رجعنا هدان نقلنا منافقين تقولون وراء إلى المدينة مقالنا مدينة هدان كنا قلنا لا يخرجن ولا إنه بحن أو بحن الأعز متك عزق يشرفت بغني منها مدينة حقا لو كبحين الأذل كدل لماذا بضنب كساريا ولله ألك لك بأسمتي العزة شرفتي يا أود ولرسوله يا رسول كيس يا وللمؤمنين مؤمنين تأسمات ولكن المنافقين لكن منافقين لا يعلمون الساوح أمي أقول نموح قران يا معه آيات كني وحي كسو دقين أيقنا إسلام منافقون تا سيدة حديثك صحيحين في غير كتكسوا أرادوا كتكسوا من حديث زيد بن أرقم طيب ومن حديث جابر بن عبد الله لوانا صحابية كبوين وريان حديثك النبي صلوات ربه وسلام عليه مركو آذي الدولان كلمك عبد حي غزوة المريسع أما غزوة بن المصطلق واسكمت دولان كمركو النبي آذي صلى الله عليه وسلم أيا دولان كاس وحا راعي منافقين في قار كمدة منافقين في راعي وحا كمدة عبد الله بن أبي بن السلول رأس المنافقين يعني منك أضيقه وأحباك منها وعاد عضي مركب لو أن أولينا يعني مهاجرين تي مكان نبي كليمت لأن أولي أنصار ذي أولي مدينة أيا اسكو بعيد بيئ إيه وحوال اسكو قفص يعني بيئ اللي قاعد بيئ وحوال اسكو قفص لو أذي النبا وحوغا اسأفضع في لو أذي النبا منو البكوح دي سيوها بروع علي يا للمهاجرين ولينك مهاجرين الله يهدي مهاجرين كي انصار لو يا للانصار الله يا انصاري الله يسوها مروا عدي النبي صلى الله عليه وسلم ارنتي بكور هلايو وحو يري ما انو ابن لا جوغاد مانتا جاهليه بها مروا عشان يدي كو قعده
دعوها فإنها ممتنة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأوريسها إسكداي إسكداي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأوريسها أريد تماشى بكل مات وركي سرع هاي اللوذي السحابية إسكود عاي هي أريد حيصد بي كدنا لطي باوحي قادي ابنك اللي ونشر عبد الله بن أبي بن السلول مركي مركو قاري باوحي لي أو فعلوها ما سمي يبور ما سمي يلي المات هذا اللي هو سمي مركز أوحي لي إنما مثلهم ومثلنا كمثل القائل صم كلبك يأكلك نمان كانت أنه مكاكا سوقحين أنه كسر دوين لمقالة النبي وما أنت صال نوغالي أنه يجد سالما أنت وحنو أبولي سيدا ننكي هذا مهما هي يلي أي قاقا عيلي ما كان عيلي سنهك عنو فالمثال تصال حمدي سيمان محمد زفير منافقه أي جاك عيني أديك هكذا معناها الرجع المشاري صور دوينون مجال هذا نذا دتشيني أو يعني واحد ويان كرسني أو نجوب بلالي أو بامان سأنا يعني نوقع عن قاضي أو بينو قصدي أو سام وقل سما أي جاك عيني هكذا كذا جنت برادنت مركا أنت موسى كوكافتمي وحي حديل الله صور كلا بن الدولان كن المدينة كنا قلنا ميت كعزيز كشرف قل سجل سكونا mid ka dariilka dulliga badan uu ka saari magaalada oo la wada joogi maayo marka dariilka wuxuu ku wada nabiga al azalla nabigu ku wada al a'azza la isaga sku wada mid labaad buu ku daro wuxuu yiri qoliyihiisi intuu ku jeesaday wuxuu yiri waxa saas yeelay oo sabab idinka u ah mushkilo oo dhan kullu fiin inda gal idinka sameeyay maxay yeelay hadaan wuxuugaaga laad siinaysan ka goosan lahaydeen waa iska kala tagi lahayeen ما أنت كذب لما كان يحب الله سيد محمد ضد كان وصع داي أيجا بيسكك على زعيم دون على قوتين كسمير ولا ليك كقصتو لأن أنصار بالوتي سنة ديره هذي يحوله هذي بالوتي سنة يولي غنا إمتى يحول عليه فطر حتى لما دعم مركو إليه هاي كقصت أيجا بيسكك على سيد صدق على هذا المركو يلي وحماشة فدي ويل يرو لديه شير زيد بن أرقم يا رجل مغلية كمية وركي وآب أليا وكحو ماضي أذيركي وشي أذيركينا النبي وشيك صلى الله عليه وسلم النبي مركو وركي سوق علي عبد الله بن أبي والله يري منافق قال بالي وركا مطلب علي مدهم وكتعت ويلكي يراب علي ويلكي يركا هذي اسمه تسيي نيكي وضيقا مرها طول رأسه دي ويلكي ومبا عمار خلف كاسكاله هذي أنا الله يساري آب زيد بن أرقم أريكي وكحو ماضي أني أفرى وحولي أن حتى كل فيرين كريم أفرى وأذكر كانوا أنتوي مدي على أنتي وربلا يا قبي محمد لها بقليادين وحنا شيرين بعد شيء نبيك واقن عي والله عبودي أني أريسن أغص فيرين أيه أيه واحد زود كتير ولا آيات كنا زودي نبيك أجد النبي صلى الله عليه وسلم مركزه نبيك يا كي كديبنا آيات كنا زودي ورب سبحانه وتعالى وأرنتي كعب بيني وإن يرى النبي يقول إلهي بكوما قاتك عن زيده وركي يريد لبضي ورئي أبو خطر سلام إلهي بسوقه سبحانه وتعالى ويقول ربي سبحانه وتعالى هم الذين يقولون منافقين ثاني هم إيبو الذين كوا يقولون أرمي لا تنفقوها النفقيننا على من عند رسول الله رسولك إلهي أكتيس ضدك أهاضي ضدك رسولك أكتيس وصحابتي سوء كوا لصعدين لسو هجرودي اي رعسن كوا هالنفقينينا بيلك كقوز تأساتيني لا تنفقوا هالنفقينينا على من دول كركوت عند رسول الله رسول كله اكتساء هذه هالنفقينينا حتى ينفضوا الى اي كالتقان اي اقعب اسكود او كالتقي او كالدرير وحي علان مركي وايانه علاقبتين انكو سمعين وركي سيور تواكا الهي سبحانه وتعالى وكتشا وعري ولله إلهي كيلجي بأسر ماذا يؤسر ماذا خزائن السماوات والأرض بلك إيا السماوات كيضت كوضا إلهي كيلجي بأسكال وحا كيض بلك كتشرا يكو أعصب إيا كيضت كسماد كتشرا إنت وإلهي كعندي زي كتشرا منافق عن حمك هذي أبد وحا شيني سبقو ستوا ما وحا يقرصها إلهي الرسول كي سئي مؤمنين تأينه وحوا يعي إيه أسبوع واحد كي كرئي هوس بيالة أسبوع وقعنت كهيه إنه هو أي من قرطه ولله خزائن السماوات والأرض إلهي وهو أي ماي صار معنا قتال غير شوال
ولكن المنافقين لكن منافقين لا يفقهون مكة سيانو وحي الله تعي انت جعمت وذكرت اين ارنت طه ما فهميان انت في هذي قوستان الى هي انو ددكي سبيلان اي او ملك لو وخه كيني او خزنديه سكر اي هوس يا لو افريو تام منافقين ما فهم سلا بس قاعد ودي عمل ودنا ما قالش سلا معنا ما فهميان مربي سبحانه وتعالى ساس مكة سيده ما ارنت اللي يدهدو على قوسين iya baqala ahan in la isura dagaalamay waligaa taariikhdu waa soo jeesay saasi maala wal isku wiiqa baqalaha mar hadii laga wiiqo waa laga adagay adduunku dagaalka baqalaha taqriiban marxalad hadda wuxuu ka gaaray oo u fahmay mar hadda koor laga gaaray sawtu wax weey wax kale lagu soo maayo adduunka la isku urursa waxa uu leeyahay hal qabta badacadiisana yaa la qaadan badacadna yaa loo geeyay maalma kadibna waa la gaajoon oo dadkii way gaajoonayaan kadibna waa lagu qiciyo adigii waa lagu kala tuuri su'aal saas waa mid hadda duulaanka dagaalka hadda midna islaamka lagu hayo yaani qaybihiisa ugu muhiimsan bidan tahay hay ku magacaabeen tan yaani tajfif maradic al-usuliyya ku magacaabeen as-salaa'a ilaaha uu ka'abu wa in la ingajiyo sawta khaliijka lagu duulayo carabta lagu duulayo إلهي أصرع على إنجيلية هيئات كي جمعيات كي إسلامي جهاي مسلمين توحتري شري دولان كأيا أيا على جبل الله ما الله بالله متغل وحو يا يعني وحو لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا دعونا أيوان يا وحن الشجيع يدا بسكتك قلت يجا مكان صدها إلى وين ما يجوا قاشي سنة ككل إيري هو حسنا سمعت دجالك مركوا دجالك يوا وحس بدل متشرو أود أن أنت كبر لنا لكن دجالك هو دجالك كيف تشرك هاي وحيستي أو مسلمين توحتر لهاي ودعوانا وحتر لهاي ومساكين توحتر لها والله على تلينا وحل لي هاي شنو والبماشة تقول بحنا سواء لو قال سكتر خلاص مو البيض وحقاق على يلوك دمجل مسئلة لبولي سمعت مركا يا دوكس ديسي يا مساجد ديسي يا دعاد وحكا قبل يا دين وحقا من نوال بوعري لكن واحد قاتل ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون قال كنفق ملك كسيد سكر أوفي كلا ينفق ملك إله خزنده صلى الله عليه وسلم يوم الدين تلا ويسع صلاة هي أنا بل لدى قال إليه إلا إن قتش وهو البل سكودي إلى السيف على تم ويانه هويانة وحكا سيدين ومرة ولا سي قادنا يا واسي في ذي سواسي يعني وحي واسي بلانا إذا إلهي سبحانه وتعالى خزنديه دين كتل بلين أنك عنده ربو جل معنا سيدا سويا يقولون وحي لي لئن رجعنا هذا الله والله إلى المدينة المدينة هذا كل الله لا يخرجن ولا إنه صاري أو صاري الأعز كالعز قاله سعوسيا هو وحي صوصارا إن عبد الله بن أبي بن سلول وقعد علي ويل هذا قيمة بضل ولدي شري عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لدي شري ويل صحابي وقيمة بضل بوح هذا الكامل كو أبيه كوها اللي وقرآن بصوده وعده مقالة دي مدينة مركي لقالي وانت سفرتي لقالاتي مقالة لسيق قالي يو انتو إرده استاقي مقالة إرده وصيف قاسي بو أبيه كوي لقالي ميسيد مقالة يا إما وحكو قالي كتاؤن إنه النبي محمد كوفة صحه إيه إنا القرطة إنا الأدوغة التهيميت كالذليل كأه رسولك إله إنه عزيزي حديك رو بسبقا جسو قرطة سي قرطة قوله اللي ميس عيار ما ذلك المبدأ ما قال يموس أبا عبا ميش ما يالا مبدأ ما ميش يالا سو رسول الله ما غساكو دين إلا القرطة إنا الذليل تهي أو رسول كوفة صحه بغاضي ميسي هل كانت أغنو ميش يسوي تهي فان النبي وصعود صلوات ربي وسلام عليه إلا العيدم كقلال بكسو عنشري ayuu ku soo baxay kiyo la hortaageen markaas uu yorsay wax u jira wuxuu rasuul ilaahay uma galayo ninka hadalka yiri ilaa uu ka laabto ama adigu adu idan dagali maayo wariniga sidaa buu sidii uu bagaalada ku kale walowlaa nabigu uu sanu fasixilay waa dilila ninka yiri buu ahaa nabiga intuu yimid salaatu rabbi sallallahu alayhi markii abdullahi ibn ubay ibn salaal warkiisu batay dhibkiisu ayuu wiilkiisu nabigu yimid markaas uu rasuul ilaahay oo aabahay dhibku hayo waa ogaa waxaa la isoo gaaraysay inaad damacsantahay inaad disho aabahay oo nin kale uu dilina waxaan ka baqayaa qalbigayga inay wax galaan ee aniga ii dirguuraana dilay markaas uu nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam maya aabaha mana dilayna isaga lagu raali gelinayo ilaa markuu dhintay xataa
nabigu uu janaasadiisa tagay oo maradiisi uu kafahaan u sii markuu wiilku ka codsaday oo nabigu uu ku tukaday oo wakan soo marnay suuratu tawbah rabbi subxanahu wa ta'ala kaga hadlay sawirta macnaheedu waxa weeyaan marka yacni taqriiban saxaabada ridwaanullaahi calayhim waxaad garan kartaan iimaaniyaadkoodu meeshay joogeen ninka aabihii seef la hor istaagayo nabigu ilaa uu kuu fasaxmay dhaqaaqi maysidle iimaankiisu xagee jooga ciyaar miya saasa maca maxaa laga rabaa waa inoo dhila odayga maxaa laga rabaa sideeda odaygan dadka maxaa lagaga maagay saasaynu dhihi war dagaaladuna odaygu waa qaldan yahay qabo waa la safanin khalaftiisa la safanin saasay maca ayib yaquuluuna waxay leeyihiin lain rajacnaa haddaan laabanno ila almadiinati magaalada madiina xaggeeda haddaan ku noqono la yukhrijanna walla inuu usaari oo usaari alacazu midka ciziga badan minhaa magaalada xaggeeda buu ka saari alazalla midka dulliga badan buu saaraya walilaahi ilaahay waa laga jawaabay taasna walilaahi ilaahay keligii bay usugnaatay alcizatu awooda iyo sharaftu iyo walirasuuli rasuulkiisa iyo walilmu'miniina mu'miniintay usugnaatay sax casiiska ayaa magaalada joogi doona laakiin keebaa casiisa ma munaafiq baa casiisa mise mu'min cizada ilaahay baa iskale rasuulkiisa iskale mu'miniintaan iskale gaal iyo munaafiq cize iyo sharaftoona male walaakina almunaafiqiina laakin munaafiquintu laa yaclamuuna ma ay oga barbiri subxana wa tacala wax ma garanayaan yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo laa tulhikum yayna idin shuqlinin amwaalukum xoolihiin walaa awlaadukum iyo caruurtiina toona can dikri illahi ilaahay dhigirdiisa yaynayna ka mashquulin waman yafcal ruuxii sameeya dalika arrinka fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray wa anfiquu bixiya mima shay qaarkii bixiya rasaqnaakum aan idin ku irsaaqnay min qabli an yaatiya intuusan imaanin axadakum midkiin almowtu geridu intaysan u imaanin fa yaquula markaa uu yidhaahdo rabbi rabbigayow lowlaa akhartanii maad idii dhigtid ilaa ajalin muddo intii laga gaadhayo ilaa ajalin ajal intii laga gaadhayo qariibin oo dhow maad idin dhigtid ii kaadis oo fa asadaqa markaa aan wax sadaqaysto oo wa akun aan ahaado min asaalixiina kuwan wanaagsan aan ka mid noqday walan yuakhir allahu allana dib dhigi maayo nafsan naf dib dhigi maayo idaa goortii jaa-a uu yimaado ajaluhaa ajasheedu markay timaado wallahu allana khabiiru midkii xogwaan a wey bimaa shayga tacmalu maad samaynaysaa suuradda waxaa lagu gebagabeeyey laba arrimood arrin waxa weeyaan dardaaran layna siinayo oo laleeyahay xoolihiinna iyo caruurtiinu yaysan dikriga la idinka mashquulin sax shaqaysta xamaasha ganacsada yacni beerta fasha xoolaha tabcada laakiin adduunyadaas iyo caruurtaasi yaynan idinka mashquulinin muhimmadii laydiin abuuray oo dikriga ilaahiya ha kaga mashquulina waajibaadka ha kaga mashquulina taas waa ruuxii sidaa sameeyo oo adduunyadiisu ay ka mashquuliso dikriga ilaahayna eed shaqaysateen wax ka bixiya wax ka bixiyada waxaa laga wadaa sakadii horta waajibka ay ka bixiya sadaqadiina ka bixiya qaraabo xiriiskiina ka bixiya xuquuqdii lagu lahaana ka bixiya xoolaha wax ka bixiya inta aynan idinku imaanin geeri intaan baad jaaniska haysataan oo hadday geeri idinku timaado markaa waad calacalaysaan oo waxaad dhihi rabbiyow maad wax yar ii kaadisid oo markaa aan wax soo sadaqaysto kuwa woon wanaagsanna aan ka mid noqde wax yaroo jaanisa maad dib ii siisid intaydan ku calaacalin oo taasi idinku imaanin waxaad shaqaysateen iyo xoolihiina wax ka baxsada haddii ay warkaasu halkaa arrintu gaadhana naf waktigeedii gaadhay ilaahay dib dhigi maayo ilbirqsina la dib dhigi maayo weligaa haddaad calaacasho lagu dib dhigi maayo jaanis waxaad haysataa intaada dhiman ayib waxaa marka xoolahan iyo adduunyadan baa laynagala hadlayaa saddex qodob xaqiiji haddaad doonayso inaad adduunye sharkeeda ka nabad gasho saddex qodob xaqiiji qodobka koowaadi waxa weeye adduunyadan jidka ay kugu soo gelayso iska hubso oo jid xalaalaha kugu soo gasho waa mid marka labaad adduunyadan intaad shaqaynayso ka shaqaynayso yayna kaa mashquulini waajibaadkaagii waa qodob labaad waa qodob saddexaade markay kaa baxayso ha ku baxdo meel ilaahay raalli ku yahay oo ogolyah saddexdaa qodob haddaad xaqiijisaan khalaas adduunye iyo dhibkeeda waad kala nasanaysaa hal qodob hadduu kaa maqan yahay waa dhacday khatar baana xaalkaaga ku jiraa macna saddexdaa qodobba laba qodob baa meeshan ilaahay ku sheegay subxaana wa tacaala oo ah yaynan idin mashquulinin iyo qodobka labaad oo ah baxsada oo sadaqaysta oo aakharo beer aakhara ka dhigta oo ilahay agtiisa ilahay ugu dhawaada subxana wa tacaala yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow laa tulhikum yayna idin shuqlinin oo idin mashquulinin amwaalukum xoolihiinu yayna idin mashquulinin walaa awlaadukum iyo caruurtiina toona
عروتين وين إن مشغولين من ذكر الله إلهي عن ذكر الله ذكر الله حج زين إنك مشغولين صلاتي صومكي حجك دين توادي جدي ين إنك مشغولين ومن يفعل روحي فلا ذلك أرنك فأولئك قوة سهم يجعيا الخاسرون قوة خسارة معي لشيء رخيص القيمة لهم بقاتين كي قالك هاي قيمة هاي الرسمال كنا وقتك وأنفقوا بحية مما شيء قاركي بحية رزقناكم أنا بكل زغن من قبل أن يأتي إن تصنمان أحدكم متكين الموت قيردو أي ظنمان انت أمر جانس كهيستا هذه أي قدس ما دو أدي حولها اسم الهدين وحي قيري مكا اسم دو كذن بيسا فرق على إسكاله وطبع عدم ويأدوه مليه فرق على إسكاله ويا إسكاله وحا إسكاله الضدك بحلقة هو سادو طبع لي مكا قيري انت كهر ريسا واحد بحثتهم بعدين وفيقول مكا أوي له رب رب يوم لولا أخرتني ما ديدبتت إلى أجل المدة انت لغا قاري قريب أو دو أجل دو وقت ير ما ديسيس وقت دو انت لغا قاري وحي روشاني سما دي قدرت دو نرش يقو عريس او فاصدق محفر من هذه الوعري عصر الله او فاصدق مركا عن صدق يسطو او اكون على هذا من الصالحين كونا يسن على هذا وانا صدق يسن ذات كونا يسن وقدر مني هذا سايع لزي وبنتي هذه العلي حدا ولو ردوا لعادوا لما نبع عنه هذه دبل رسو عين لها ماشو ما قبل الله بيرتي حقي قد حقني دكانك حقي هوشو قد حالي محاي قد حلب بمنا هل كون بات قبل الله بمويا نحلها قاتل ميس إلى هذا إلى يقال سبحانه وتعالى ولن يؤخر الله ألا دبدي مايو نفس النفس دبدي مايو أو وقت الوجود دري مايو إذا قرت جاء ويمدأ أجلها أجل شيء مركز مال مركز يكون أسهل دبدي مايو والله ألا خبير مثل أكسوي فحبوا الله بما تعمل الواحد كم إنسان أبال كذا ولا دين مايو معنا هذا وإلا التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه